السلام عليكم الحبيبات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيت معكم اليوم فيديو جديده اللي عمرني درت فحالها في القناه ديالي، وكنتمنى من كل قلبي هذا الفيديو هذا تنال الاعجاب ديالكم. وفوالا، وبغيت نشاركها معكم باش تسهل عليكم لي زاستوس وبزاف ديال الحاجات. وكيف شفتوا من العنوان غادي يكون متعلق بالسفر، بالسفر ديالي وبالسفر ديالكم. ودابا راحنا في العطله لي فاكونس، شي مشى سافر، شي باقي ما سافر، كل واحد علاش. والبلوبار ديال الناس اللي بحالي ولا اللي عندهم دراري في المدرسه ولا باقي ما سافروش، يعني يلا عاد كيبريباريو باش يسافروا. كل واحد فين كيمشي، شي كيمشي لبلادو، شي كيسافر على برا، شي كيسافر في لوروب، ميت شي، كل واحد كيفاش كيتشاي يمشي يدير في الصيف. على داكشي جيت معكم اليوم نسهل عليكم ماموريه الا قدرت، وننصحكم شويه ونستافدوا من بعضياتنا شويه، لا في كيفاش تاورغانيزي الباليزه ديالك ولا شنو تاخدي معاك، حيت بزاف منا وحتى وحده ما تجي تقول لي لا ما كتوقعلهاش. بزاف منا كنديو بزاف د الحوايج، ومني كنوصلوا سورتو انا كتوقع لي بزاف في المغرب، مني كنوصل للمغرب ما كنلبسش ولا مواتي ديال ديك الحوايج، حتى النص ديال ديك الحوايج ما كنلبسهمش، باسكو الاغلبيه كنكون في الدار. كتشوفوا مني كنمشيو في المغرب، كتمشيو لداركم، كتمشيو لدار راجلكم، يعني راكي تما كتكملي شغلاتك، ماشي دائما لا غيستورو، دي فوا كتعاوني العائله، دي فوا كتجفي، دي فوا كعائلة عندك الدراري صغار، باسكو انا دابا هاد العامين هادي مشيت ولدي صغير، يعني خاصو ياكل شويه الماكله في الدار، خاصو المقابله، لاكوش، هادي وهادي، يعني ما كتسالي بحال سيستيما ديالك هنا، كتبقى لك ديك العشيه كتخرجي فيها شويه. سينو بعض المرات ما كنخرجش، نهار اللي كنمشيو للبحر ما كنخرجش، ديجا لا تونو مشات، يعني ديجا بزاف د الحوايج اللي كنديهم عرام سباب تقريبا ملتي كولور. داكشي اللي كندير هنايا كنديه معايا في لي فاليز، كنت كنمشي بلي فاليز بزاف حيت كنت كنمشي بالطوموبيل، وكنصدق ديك لي فاليز بقاو فيهم الحويجات بحال هكاك في الماريو، ما حادتش منهم ولو النص ديالهم لا. الاغلبيه كنلقى راسي كناخذ داكشي اللي كونفورطابل بحال كسيوه خفيفه بحال هادي، هي اللي كندير عليا ملي كنكون خارجه، وكنصايب راسي داكشي اللي على الحراره ما تقدريش ديري بزاف. وهاد الموقف هذا ولا هاد الحاجه كيطيحوا فيها بزاف ديال الناس، وكنعرفهم وبزاف ديال الحاجات. على داكشي جيت اليوم باش نوريكم شنو وليت كندير مؤخرا ملي كنسافر، سورتو هاد العام ملي مشيت للمغرب، هاد العام الاخر يعني في الصيف اللي فات ملي مشيت للمغرب، ما ديتش معايا قوه الحوايج، ديت شويه واخا هكاك البنات، ديك شويه فريمون والله ما درتهم كاملين، يعني فريمون كانوا تما لي تونو اللي والله ما درتهم كاملين. هذا ما كان بالنسبه لهادشي. وراجلي خلاص، راجلي خلاص في المغرب صراحه يلبس لك حاجه، شوف هو يعجبلو البحر بزاف، والبحر راكي شايفه كديري غير واحد التيشورت عليك، واحد الشورت ديال البحر، هو يدير غير الشورت ديالو ديال البحر والتيشورت ويمشي، اخي كيلبس لك غير التيشورت وكيزيد فحالو للدار، سيب راه ترونكيل. حنا البنات شويه تلبسي عليك واحد كي كنقولوا لها العبايه ولا البدعيه، كل واحد كي كيقولها في المدينه ديالو، ديك قشابة ديك العبايه اللي كتكون طروزه كيتباعوا ب 50 درهم 60 درهم شحال ما كاين، 30 درهم كيتباعوا، كتحطيهم عليك كتهبطي بهم للبحر، هذوك ساهلين ماهلين، واخا يفزقوا غير كينشفوا عليك، هذوك هما اللي كنديروا كنزيدوا بحالنا البحر، ساهله ماهله. وعلى داكشي الحوايج كيبقاو غير في الفاليزه ولا في الماريو الا حسيتيهم. هذا ما كان الحاجه اللي كنستعمل انا بزاف ملي كنسافر هو المكياج، المكياج ديالي كنستعمله كما العاده، يعني نفس الحاجه اللي كندير. وبالمناسبه غادي تلقاو عندي واحد المكياج اللي بدي واحد المكياج اللي غادي يجيكم بيزا، وقولوا لي كيف جاكم. صراحه انا ما غاديش نخرج به هكا، مي كان عندي اونفي انني نجرب هذا المكياج هذا اللي خرج طوندونس بزاف، اللي بالغوز والاورانج، ودرتو لقيتو صافي صراحه ماشي خايب ولا، ولكن تقدري ديري فشي لعيبه هكا فشي مناسبه لي سبيسيال، بحال داكشي تاع هالوين تخربيق بحال هادشي، اولا الانسان اللي كان جري كيعجبلو هاد المكياج شارجي اصلا يقدر يخرج به. اون سي جامي، اون سي جامي في السفر، يعني في العطله الا بغيت نديرو، ما عرفتش اون سي جامي، ما عرفتش. دابا نتوما اللي غادي تقولوا لي واش عجبكم عليا ولا لا، باسكو انا جاني شويه دخو، ما عرفتش واش خاصني نخدمو ميو ونقلل منو اللون اولا، حيت هما كيديرو نورمالمون هكا وعاد فلاشي، انا ما عنديش ديك لي باليت اللي خرجوا دابا، مي درتو من لي باليت اللي عندي خرجت بهذا اللون هذا. المهم قولوا لي في لي كومونتير كي جاكم اللوك، واش خايب ولا لا. ما علينا، دابا كنصور غير بالتليفون كما العاده، تلفت لاكارت ديال الكاميرا وما عنديش الوقت بزاف باش نبقى نقلب عليها، قلت حتى من بعد المهم شعلت التليفون وصافي. غادي نبدا معكم بالنسبه للسفر، حتى انا راكم عارفين بلي غادي نمشي عطله ان شاء الله، واخا ما قلت لكمش باقي البلاصه، ولكن غادي نمشي لواحد البلاصه اللي بعيده وغادي نحتاج فيها، نحاول غادي نحتاج
كل واحد في كل فرد عندنا هنا يفطر ياخذ باليزه صغيره، والباليزه صغيره راكم عارفينها قداش كتكون صغيره، راه هي حاطه عليها الكاميرا دابا نيت ها الحجم ديالها، هاد الباليزه اللي عندنا ها الحجم ديالها هكا هكا، هذوك 10 كيلو اللي كيمشيو معاك في الطياره، يعني وحده تكون ديال صام دابا صام حيد لي لاكوش طرونكي هي بلي ودايو بغيتكم محتاجاكم البنات، راه حتى انا كنحتاجكم ماشي غير نتوما اللي تحتاجوا اليوتيوبرز، راه حتى اليوتيوبرز كتحتاجكم. كسميتو كنحتاجكم تقولوا لي كيفاش كتحيدوا لولدكم لي كوش ديال الليل، واش كتخليوهم حتى كيكبروا كيفهموا هما نيت، اولا كتبداو لهم ديريكتومون ديغ لاكوش؟ انا ملي كنلقى لاكوش ديالو في الصباح كنلقى ناشف، ما قليل اللي غنلقى فيه شي حاجه يعني فريمون. كسميتو غادي نديرو معايا الباليزه ديال سام يكون فيها شويه ديال الكوش، وديك لي تونو ديالو هو صغار ما كيديوش البلاصه، وشي سبرديله وصنداله، هادشي اللي غادي نديرو هو في الباليزه ديالو ساهله دغيا دغيا، وزيد ونديرو معايا شويه ديال الكوش، يعني المده اللي غنجلسو تما 10 ايام 15 جوغ على حسب نتوما فين غادي تسافروا وشحال غادي تبقاو، تبقاو 30 جوغ 30 يوم غادي تديو 30 كوشه ديال الليل الا كنتو كديروا لي كوش لولادكم، يعني ديو معكم باش ديبانيو وشروهم في المدينه فين غادي تمشيو، راه كاين لي كوش بارتو بلا ما تحملوهم معكم يعني من الدار، هادشي اللي بغيت نقول لكم. سينو الا كنتو غادي تسافروا للمغرب في الطوموبيل ما عندكمش علاش ديروا هادشي كاع، انا كنهضر على الناس اللي يسافروا في الطياره باش ربحوا البلاصه وباش ما تخسروش بزاف الفلوس. بالنسبه لمراد حتى هو كنظن ساهل، غادي يدي شويه الحوايج ديالو اللي كيدير، باسكو حنا فين باغيين نسافروا غادي نديروا الشوبينغ تما، ناويين نديروا الشوبينغ، يعني الحوايج ديال مراد اللي كيبغي يشري ديك الماركات ديالو وديك الشيء ديالو كله غادي يمشي تما وغادي يشريه. وسام خديت له ديجا الحويجه ديالو، انا الا لقيت تما حويجات اللي غادي يديروني حتى انا بغيت ندير تما شوبينغ، كيف قلت لكم هنايا في لي سولد ما درتش لي سولد هذا العام هنايا حيت عندي فين غادي ندير لي سولد، ماشي لي سولد لي سولد ولكن عندي منين ناخذ. باغي نسافر عاد كندير شوبينغ هكذا دائما، ملي كنسافروا لشي بلاصه زوينه ولا دائما شوبينغ كنخليوه لديك المدينه. هذا مكان او انا الباليزه ديالي اللي غادي تكون صعيبه بزاف وحتى دمرات شويه، مي الباليزه ديالي سورتو تكون صعيبه باسكو الباليزه صغيره غاديش تكفيني، غادي نحاول نوري لكم لي زاستوس اللي درت العام اللي فات في هذا العام هذا، مي كوميم ما غاديش تكفيني كنظن، باسكو انا حطيت شوفوا اول حاجه كنديرها شنو هي، ما بغيتش نكثر لكم الهضره بلا بلا هكا في الكاميرا، اول حاجه كنديرها ملي كنبغي نسافر كنحط على الناموسيه ديالي، كنحط لي تونو اللي عندي اللبسات اللي عندي، السراول انا با ترو سروال في الصيف غادي تكونوا لاحظتوها فيا ماشي ديال السراول نهائيا في الصيف، وحتى السراول الا كانوا مخفافين وزوينين هادوك ولكن الجين وهذا ما كنحملوش في الصيف، كنسخن به ما عرفتش كيطلع فيا السخانه، وسينو هما زوينين صراحه كونفورتابل ودغيا دغيا تحركي بهم ديري بهم بزاف الحاجات، ولكن صراحه انا ما عنديش معاهم، مي كوميم كنظن انني خاصني ناخذ واحد سروال من سراول الجين اولا سروال من سراول اللي عندي، كندير كساوي بزاف. وانتي الا كنتي كونتريغ مني كديري سراول بزاف خدي واحد جوج اللوانات ديال الجين اللي كتحتاجيهم حطيهم، اللي كديريهم بزاف كيجيوك مع بزاف الحوايج حطيهم على نومسيتك، وحطي داك السعلي تي شورت اللي عندك كاملين، غادي نوري لكم دابا كيف غادي نجمع الباليزه، دابا غير كنشرح لكم داكشي اللي ما قدرتش نصور لكم، كتحطي لي تي شورت اللي عندك اولا داكشي اللي غادي ديري في الصيف كله، وكتشوفي شكون اللي كيناسب لك مع داك الجين، شكون اللي كيعجبك انت ديريه مع داك الجين، كتحطي هادشي فوق التلفاز حتى انا فوق الناموسيه، ملي كتشوفي هاد التيشورت جايه لك مع هاد الجين وهذا وهذا وهذا، كتشوفي تما مثلا ثلاثه ديال لي تيشورت جايين لك مع داك الجين، كتجمعيهم مع بعضياتهم تحطيهم، ها هي عندك 3 جوغ ديال اللباسي، يعني عندك جين واحد وتلبسي مع ثلاثه ديال اللبسات، يعني عندك 3 توني، ها 3 ايام مشات، تاخدي جين اخر نقولوا حنا في الكحل مثلا ديري معاه داكشي اللي كيعجبك ديري معاه، كتشوفي عندك 4 مثلا لي توني ولا 3 ولا ها انت حيدتي عليك 6 ايام، كيبقاو لك شي كسيوات انت يعجبك مثلا كسيوات طوال دابا خرجوا على موضة ولا كسيوات قصار ولا اي حاجه، كتحطي داكشي اللي تحتاجي انت، سواء تمشي للكازينو سواء تمشي للسواغي سواء تمشي بالليل تخرجي على كورنيش ولا على شي بلاصه على حسب فين تسافري، يعني على حسب لا تيونو ديالك على حسب انت شنو دايره في البلان ديالك انك تمشي، يعني مثلا الا كنتي غادي تمشي لسهره مثلا ولا شي غيستغول لي واو واعره وكيسميتو خاصك تاخدي معاك واحد الكسوه اللي تكون ابي بيان ابي وداكشي، يعني كتعطي واحد الفلاش هكا بلي انتي مزيان لابسه مزيان فوالا، كي كنقولوا لابسه بحال عاطيه الشال لديك البلاصه اللي ما شالها فوالا، يعني غادي تحطي كل حاجه بحال هكا وتشوفي داك الساعه داكشي اللي غادي تلبسيه وكل نهار يكون عندك ديجا معاه الاخر. ونجيو للصباط البنات، الصباط غادي تاخدو سبرديله واحده
وصيديلات اللي ما كيديوش البلاصه وشي حاجه اخرى اللي كتكون بالطالون ولا هذا. المهم تحاولوا تديو ديك السبرديله مثلا كونفورتابل غادي تحتاجوها في الجري في المطار، يعني خاصكم ضروري واحد لا توني اللي كتكون كتجري بها في المطار. انا لا توني اللي غادي تكون ثقيله كاع اللي غادي تاخذ لي البوا في لا فاليز واللي غادي تكون شويه كتاخذ البلاصه هي اللي غادي نلبسها هي. وحتى نتوما ديروا نفس الحاجه، الحاجه اللي كتشوفوها فيها بزاف ديال الثقل وفيها سبردينه ثقيله واللبسه من الفوق ديالك ثقيله وهذا هذا، هذيك هي اللي تلبسي دائما، هذيك هي اللي تلبسي. وشنو اخر؟ وي والسبرديله اللي غادي تدي معاك خاصها تكون كتمشي لك مع جميع المسائل اللي راكي خادياهم، يعني حتى الا ما بغيتيش ديري طالون ولا صنداله تقدري ديريها مع البلوبار ديك السبرديله. نقولوا حنايا مثلا تاخدي سبرديله كحله ولا بيضه سينو غري، حتى غري كتمشي مع كلشي. اولا دابا خرجوا لي كولورز فلاشي، انت الا كتشوفيها بلي كتمشي لك مع حوجاتك خديها. الصنادل ماشي مشكل، تقدري تدي صنداله على واحد جوج كسيوات ولا هذا، وتدي واحد لابيغ اللي كتكون واحد بيغ دو شوسور اللي كتكون شويه طالون ولا كون طالون ديالها كونفورتابل، حيت كتشوفوا السفر كيكونوا مدن كبار، كيكون تمشي بزاف، تكتشفي بزاف، تحركي بزاف، سورتو الا ما كنتوش غادي تكريو طوموبيل ولا حاجه بحال هكا، يعني فيه تمشي وفيه تكرفس، يعني من الاحسن تدي معاك المسائل كونفورتابل. ودابا البنات غادي ندوز معكم مثلا الحويجات اللي غادي نختار انا للسفر والفاليزا اللي عندي. فوالا غادي نعطيكم واحد لاستوس اللي زوينه بزاف. دابا حنا فين غادي نسافروا؟ باغيين نديروا شوبينغ كيف قلت لكم، غادي نديو ثلاثه الفاليزات صغار، هذه وحده تصام وحده مراد وحده ديالي، هادو اللي خاصهم يكونوا عامرين بحوايجنا. سينو نديو واحد الفاليزه كبيره اللي خلصنا عليها، هاد الفاليزه يعني خاصها تكون عامره الا بغيتي، سينو حنا بغينا نديوها خاويه، حيت هاد الفاليزه الكبيره هي اللي غادي نديرو فيها الحوايج ديال الشوبينغ اللي غادي نشريو تما ان شاء الله. والى كتاب الى عشنا وشرينا ودرنا راه غادي نشارك معكم كلشي بكل ديتاي. المهم ما علينا، يعني هاد الفاليزه الكبيره هما اللي غيكونوا فيها الحويجات اللي غادي نشريو. الو دابا مني غادي نمشيو حنا للمطار هاد الفاليزه غادي نحطوها في بلايص الفاليزات الكبار، ولكن غادي تكون خاويه، وحنا نكونوا بثلاثه الفاليزات ماشيين دون 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 وحاطين فوق الطياره وهذا. الو كاين واحد لاسوس البنات اللي غادي نحط لكم دابا التليفون ونتلهى معكم في الفاليزه. انا معكم هنايا، كنتمنى يكون كيبان لكم كلشي بوضوح كيف قلت لكم. ودابا غادي نبدا معكم الفاليزه ديالي الصغيره هي هذه. المهم نسيت منين خديتهم انا هاد الفاليزات، زوينين بزاف البنات، كيكون الثمن ديالهم عالي شويه، وقيل امازون ولا ما عرفتش كيكونوا بشي 65 اورو. هنايا الفاليزات غاليين بزاف، مي هاد الفاليزات رائعين، ها نتوما تشوفوهم رخيص صغار 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 غير صغارين، وكياخذوا لك مزيان هكاك شي 60 اورو ولا 65 اورو باش خديناها. جو كرو كانت ب 65 وخديناها ب 60، كان فيها واحد 5% ديال او ديك ناقص 5 اورو وقيلة ولا ما عرفت، كانت عقله البنات. المهم علينا، زوينه بزاف هاد الفاليزه غزاله، عرفتوا من ديك لي فاليز من الاحسن تديو معاكم لي فاليز اللي عندهم اربعه درويضات، اربعه درويضات اللي كتبقاي تمشيهم بحال هكا ومهنيه. الا معاك دري تسوفييه، الا عندك لابوسيت تجري تشديها بيديك وتجري لابوسيت ديالك وكتمشى معاك اي حاجه. صينو في المطار ما كاينش هذا المشكل، كتاخدي شاريو وراكي خاديه الشاريو ديال لي فاليز ماشي مشكل. مي المهم سي امبورتو كوميم تلقاي واحد لا فاليز صغيره بحال هكا وزوينه كتدخلك دغيا دغيا في الطياره. سينو عندكم هنايا هاد لي بوش بحال هكا، عندكم هنا هاد لا بوش هادي اللي ديري فيها حويجات، عندك هنا ان بوشيت بحال هيدا، وهنايا عندك فين كديري حويجات ديالك. حنا نقولوا هاد الفاليزه هي اللي ديالي خاصني نعمرها، والفاليزه اللي باغيين نديرو فيها الشوبينغ هي هادي. هادي كنخداها مراد من كارفور، حتى هي واقيلا كانت بشي 70 اورو ولا 75 اورو، ما بقيتش عاقله خداها شحال هادي البنات. هادي مسكينه ضربت معايا تماره، حيت ملي خداها كان كيصيفطها لي للمغرب واحد النهار، صيفط لي فيها حويجات وبقات عندي وصافي ولات بحال اللي ديالي عائليه هادي، فين ملي كنسافروا لشي بلاصه وكنديوها معنا. المهم هادي غزاله غزاله، حيت ديجا خديت واحد لاكاليتي غوز، هذيك اللي عندي غوز خديتها من كارفور حتى هي خرجت لي خايبه بزاف، ماشي الرويده ديالها بحال الروايد ديالها ما كيتمشاوش مزيان، خديتها ولكن من كارفور ديال فاس. هذيك راه دائما الحاجه ديال المغرب ماشي بحال الحاجه ديال الغرب، هذا ما كان البنات. المهم هذه كبيره، هذه كبيره كبيره، وهذه هذه لاستوس اللي بغيت نقول لكم. الا كنتو غادي ديو معكم في الطياره ان فاليز خاويه باش تعمروا فيها لي فان مثلا الشوبينغ ديالكم، غادي تشدوا هاد لا فاليز تحلوها، ومني تعمروا لا فاليز ديالكم البنات، تعمروا نقولوا لا فاليز ديالكم الصغيره تعمروها كامله، حطوها لداخل. هاد لي زاستوس هادو كيديروهم لي زاميريكا بزاف، حطوا لا فاليز ديالكم من داخل، تقدروا تزيدوا معاها هنايا في هاد الطرف هذا واحد الفوطه ديال البحر ولا اي حاجه،
فوالا وغادي تسدوا عليها وهانتوما كتصدقوا لا فاليز هذه كتمشي في الطياره مخلصينها ديجا وعندكم فيها داخل لا فاليز ديالكم الصغيره وعندكم فاليز خاويه يعني رابحين جوج ضرب كي كيقولوا لها نضربوا طير بحاجه جوج طيور بحجره واحده وهانتوما دابا صادقين خادين هي جوج فاليزات صغار وواحده كبيره وهادي غادي تمشي في الطياره ويكونوا عندكم هي جوج طلعوهم معكم للطياره احسن من ثلاثه فوالا البنات بالنسبه لهذه سيت لاستوس منها كتديو معكم الفاليزه اللي بغيتو ديوها خاويه وهما ملي كيشدوها راه ما كتكونش خاويه كتكون عامر وانتم دايرين فيها الفاليزه ومن هاي اللي بيان بروتيجي داكشي اللي عندك في الفاليزه الصغيره هي اللي بيان بروتيجي بروتيجي من جوج فاليزات حيت هاد النوع هاد الفاليزات كيبروتيجيو مزيان المهم حسيت براسي هضرت بزاف مي كنحاول نفهم لكم مزيان صافي المهم انا وريت لكم غانا شفت مع هاد الفاليزه هبطت حتى لاكاف ديالي وجبتها لكم دابا باش نوري لكم هاد لابارتي باسكو هادي ما غاديش نعمرها وهاد لابارتي لي سوبر امبورطون تاع البنات بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا شوبينغ في بلايص والاغلبيه ديالنا حنا المغاربه حنا المغاربه معروفين ملي كنمشيو شي بلاصه حنا ما كيبقاش فينا يعني الفلوس على راسنا ملي كنمشيو لبلدان بعاده ولا مسافرين لشي بلاصه ميم ولا المغرب الا مشيتي في الطياره ومشي عيا بزاف د الحاجات من المغرب راه هادشي اللي غادي ديري خدي معاك فاليزه خاويه سيري لداركم مثلا انا في دارنا دائما عندي حويجات تما دائما خاصني نحط شي حاجه ملي كنكون مسافره سينو باش الا نسيت شي حاجه ولا هذا كيكون عندي ديبان هذا ما كان يعني دائما حنا في المغرب عندنا حويجات علاش لا انك تدي واحد فاليزه خاويه وتعمري فيها كاع داكشي اللي كتشهيه من المغرب كل اللي كينقصك من داكشي ديال ماسك مال الورد دقيق ديال الحمص دقيق ديال الحلبه كلشي كلشي العطريه كلشي وتجيبيه معاك وهانتي راه بحال البلاصه كتبقى لك هي فاليزه هكا وهادي المهم علينا البنات دابا نبداو انا كنت وجدت حويجاتي انا نوريهم لكم هنا غادي نديروا الفاليزه اونصومبل واخا انا البنات راه ما غاديش نسافر لا توت سويت توت سويت انا غادي نسافر ان شاء الله من بعد واحد الشهر هكاك يعني باقا راني هنايا مي كنوريكم حيت تاخذوا فكره وصافي غادي نوريكم شنو نقدر ندي معايا انا وشنو الحاجات ولي ديتاي سورتو الا نسيت شي حاجه نتوما فكروني نتوما الا نسيت شي حاجه انا نفكركم يعني هكا كنتعاونوا البنات ما علينا المهم هنا كي غادي تشوفوا هادشي طرو كسوا كسوا المهم بزاف الكسيوات اللي كندي انا معايا بزاف حيت كيعجبوني انا مثلا السفريه ديالي غادي دوغي هكاك 10 ايام كنجوغ نقولوا بحال هكا يعني خاصني نقولوا 10 ديال لي تونو ياكو 10 ديال لي تونو وديك 10 ديال لي تونو انا غادي نشوف غنشوف شنو كنلبس بزاف كل نهار ندير له تونو ديالو يعني مثلا خرجت بالليل ولا عندي هاد الكومبينيزو كيعجبني بزاف اللي درته في العيد هذا زوين عنده هنايا داك الحلات وعنده هنايا الرجلين ديالو طوال وعندهم واحد الحله هنايا هذا كيجي غزال في البسه يعني انا غادي ندي هاد الكومبينيزو بحال هكا البنات غادي ناخذو وغادي نشد فيه هادي ياكو عنده الحزام ديالو هو غادي نشدوه سمحوا لي وصافي دابا مع الكاميرا راها داك لاكارتيز ديما جبرتهاش غادي نشد هاد الكومبينيزون والاغلبيه ديال لي زوتي للبنات راه كيكون فيهم الحداد الحداد هاد الحوايج سينو انا الحوايج اللي كندي ما كيتكمشوش عندي الزهر ما كنبغيش انا الحداده المهم غادي تشدوا الكومبينيزون الطويوه بهذه الطريقه وغادي تاخذوا اليدين ديالو تدخلوه فيه اولا تخلطوا معاه شي حاجه اللي بغيتو والحزام ديالو وغادي تشدوا هاد الكومبينيزون بحال هكا تزيدوا معاه واحد الكسيوه اللي كتكون خفيفه غادي ندي هاد الكسوه هادي ديال الكاس اللي كنحمق عليها زوينه خفيفه طويله فيها كلشي مريحه يعني تقدري تمشي بها النهار كله ما غادي تعياي ما غادي تصهدي ما والو هادي زوينه بزاف من كاس وهاد الكومبينيزون حقا هذا من شيين من الموقع شيين فريمون الحاجات الكاليتي ديالهم زوينين راه كنخليهم دائما الحاجات اللي ما كيعجبونيش انا ما كنخليهمش هذا ما كان ها هو هاد الكسيوه هادي نديرها فوق هاد الكومبينيزون بحال هكا ها نتوما ودابا عندي هنا جوج لبيسات هادي عندي يومين ياك وهاد الكسوه هادي كنديرها مع صنداله بيان سور وهاد الكومبينيزون هذا راه غادي نديرو مع ديك الصنداله الطالون اولا حتى هو مع شي صنداله عاديه ولكن من الاحسن هذا الطالون حيت كلاس بزاف على داكشي غادي نوريكم داك الساعه اللي غادي ناخذ لهم فوالا غادي تلويوه بحال هكا دابا عندي هنايا انا جوج لبيسات ياكو يومين نقولوا حنا ها نتوما يومين او غادي نحطوه هنا ها نتوما هاد الكسيوات هادو حطوهم بحال هاد الشكل هذا
وعندي هنايا واحد الكسوه باقي ما لبستهاش صراحه. هذه الكسوه زوينه بزاف، هذه من شين طويله وزوينه، ديجا شاركتها معكم. غادي ندير بحال هكا، نحطها نستفها بحال هيدا حيت كيتخلي الريح مليح، ونحط فوقها هاد الكسوه هادي ديال تومي الفيغور اللي خذا لي مراد في العيد. هادي زوينه بزاف، هاد الكسوه كونفورطابل حتى هي، غزاله 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 هاد الكسوه، كتحمق كتحمق. الوغ غادي نديرها من فوقها، وغادي نجمع بحال هكا الجديدات ديالهم ونمشي فوالا، ونجمعهم هكا باش نقدر نلويهم مزيان. هاد الطريقه هادي كتخليك تربحي لي سباس وكتربحي الوقت. هانا هانتي ها 4 ايام ياكو عندي دابا هاد الكسوه ديال الشيء اللي حمقتكم ديك الساعه ملي لبستها، ملي نهار لي صول درتها كاع سولته مراد فلاشين ديالو منين خدات حنان هاد الكسوه، اولا بزاف البنات قالوا له قول لحنان جا معاها الصفر. فوالا هاد الكسوه هادي غزاله حتى هي خديتها مشيين خفيفه خفيفه، وانا هذا هو لو ستيل اللي غادي ندير. انا عارفه راسي واخا ناخذ سراول، عارفه راسي راه ما غاديش نكحس حداهم، واخا هكاك راه كندي شي سروال راه اوبليغاتوار، حيت انا اصلا ديك اللبسه اللي غادي نلبس منين نكون ماشيه في المطار غادي نلبس ديك اللبسه اللي شاركتكم ملي مشيت لافي ديلوج. السروال ديال نايك ما هو سخون ما هو بارد، عرفتوا هذاك كيكون غليظ شويه، هذاك كياخذ بلاصه، هذاك هو اللي غادي ندير. وندير فوقو ديك التيشورته ديالو خديتها ابار ولكن من نايك حتى هي، وندير شي سبرديله اللي غادي تمشي لي كاع مع هاد الحوايج الا قررت انني ما نديرش الصنداله ندير سبرديله نديرها معاه، وناخذ معايا واحد الكارديكو اللي غيكون سخيخن شويه اونسي جامي يضرني البرد ولا يكون تما شي نهار مقلب ولا شي حاجه بحال هكا، وغادي نديرها. هذاك هو اللي غيكون عندي الحاجات اللي تقالين هما اللي غيكونوا عليا يعني انا لابساهم، سينو هاد الحويجات هما اللي غادي نكون كنلبس يوميا في الصهد وفي اي حاجه، هما هادو خفافين يعني فريمون البنات ماشي ضروري ناخذ كاع ديك الحوايج اللي عندي ماركه اولا اللي عندي اللي هن يعني ماركه كبيره ولا غاليه ولا شي حاجه بحال هكا، سينو انا باغا ناخذ شي حاجات اللي انا نرتاح فيهم ونلبسهم. على داكشي انا كتلقاوني كناخذ بزاف الكسوات ديال شيين حيت حتى الا مثلا ما بقاتليش البلاصه وبغيت نغومبورسيها بشي حاجه نحطها تما في لوطيل ونزيد ماجه يعني ما تبقاليش قلبي فهمتوا، وناخذها مره اخرى يعني كيكونوا رخاصين وزوينين. هادشي اللي بغيت نقول لكم. هادي بالنسبه للكسيوه، دابا حنا درنا 4 ايام ديال اللبس، ودابا نشدو هاد السروال. غادي ندي معايا سروال واحد مثلا او لا جوج، ناخذ انا مثلا نقولوا هاد السروال كحل هذا خفيف وزوين رهيف ومشى فضفاضي بحال هكا شفتوا داير بحال الصايه وهو سروال. غادي ندير معايا هذا حيت كيعجبني، الا قررت ندير معاه لوو غادي نحطو على الكسيوه، ولوو اللي كيعجبني ندير معاه بزاف كيعجبني ندير معاه هذا، كيحمقني هذا لوو معاه، هذا كيجي مع الجين كيجي مع كلشي ولكن كيجي لي مع هذا حيت ما كيبانش تخو قصير، وهذا حيت الاخر السروال هذا الكحل طاي اوت وهذا قصير من الكريشه شويه، على داكشي كيجي معاه مواتي ما كتبان لكش بلو كيجي معاه هو هذاك، على داكشي كيعجبني دائما فوق ما كنلبس انا ديك السروال كنديرو مع هذا، سينو كنديرو مع شي حاجه اخرى كيجي مع كلشي. فوالا غادي ندي هاد لا توني بوحدها مع السروال، الا بدلت الراي ولا سي جامي. فوالا هانتوما عندي هنايا جوج اخرين يعني ها 6 ايام، ها النهار السادس عندي اللبسه نتاع 6 ايام ياكو. هانتوما دابا نكحزو بحال هكا، هلا عندي باقي هنايا فين ندير فين ندير عندي هنايا فين ندير 7 ايام 8 ايام 9 ايام 10 ايام الا جمعت 4 د اللبسات ياكو. هانتوما صبروا اوكي ما جبتش معايا بزاف د الحوايج، اوكي ما علينا المهم ما علينا ما جبتش معايا بزاف د الحوايج سينو الحوايج عندي تصبين عندي. المهم هنايا في هاد الخوا هذا تقدري ديري كيف قلت لكم 4 د اللبسات 5 د اللبسات وتلويهم بنفس الطريقه هنايا. دابا نجيو لهاد لابارتي ياكو، هاد لابارتي هادي اللي غادي تكون بيان سور خاصنا نديو فيها الصباط، ما نساوش خاصنا نديو فيها الصباط والماكياج ولي زاكسيسوار اللي كديروا لي زاكسيسوار. انا با طرو اكسيسوار نكذب عليكم، انا الساعه اللي ما كتقدرش تخاطيني وخويتي ديالي شي حاجه غير خفيفه، عاد في الصيف انا ملي كنصهد كيتنفخوا ليا يدي يعني ما كنستحمل والو، سينو الساعه هي اللي كندير بزاف خاتم الزواج صافي في عنقي وداكشي، واخا عندي لي زاكسيسوار واخا تشوفوني كنشريهم راه والله ما كنديرهم لا ذهب لا عاديين ما عنديش معاهم بزاف سورتو في الصفار،
بصفري المهم نكمل معكم كيف قلت لكم على ود الصندال ولا الصباط ولا هاد لابارتي فين غادي نديروه هنا عندنا الحوايج هنا في هاد لابارتي دابا المهم خاصكم تختاروا بين فين هما لي صندال اللي كتلبسوهم بزاف وشكون فيهم اللي كونفورتابل اللي مريح جدا كتحسوا باللي فريمون ملي كتلبسوهم كتكونوا مريحين ما كيضروكم ما كيدبروكم ما والو حتى حاجه انا عندي هادو ديال لا غودوت المهم عندي هادو كيعجبوني بزاف الديزاين ديالهم كيحمق زويونين بزاف كيف غادي تشوفوا معايا مريحهم هما بلات بلات يعني بلانيشان ومريحين وغادي يمشيو مع بزاف ديال الحاجات ولكن بالصراحه ما كنلبسهمش بزاف وصمم وحيد باقي يلاه بديت كندير لي صندال وما لبستهمش بزاف ما كيجونيش مع كلشي كنحس براسي ما كيجونيش مع كلشي ما عرفتش يعني مثلا مع ديك الكسوه الصفراء اللي عندي